اهلا نورك يا كابتن مدحت. يا رب تكون بخير يا كابتن. الحمد لله نحمد ربنا. يعني طبعا قلبنا معاكو، وكنت بتكلم مع الكابتن عزم من شويه، هي كره القدم ما فيش شك في كده، فيها مفاجات. لا اكيد اكيد الاستعداد ان شاء الله لافريقيا الوسطى يا كابتن زكي. ان شاء الله معسكر باذن الله يبقى الاربع باذن الله. وهيستمر الحد ان شاء الله السفر باذن الله لافريقيا الوسطى، نفس المجموعه اللي موجوده. نفس المجموعه هي نفس المجموعه. انت عارف حضرتك لا في لا دوري ولا كاس ولا حدش بيلعب، كل الفرق كلها بدات بس فتره الاعداد، فطبعا المستوى البدني هيبقى منخفض شويه. نعم. فطبعا بس هي المجموعه ان شاء الله، واحنا سمحنا مثلا للشيف اكرامي وسيد معوض عماد متعب انه يلعبوا ماتشين مع النادي الاهلي، ربنا يسهل ويأدوا اداء كويس. فان شاء الله وموجودين هم من ضمن القايمه، فربنا يسهل يعني ان شاء الله. يعني احتمال تجيبوا الثلاثه دول ان شاء الله؟ لو ان شاء الله ادوا باذن الله الثلاثه مهاجم باذن الله ان شاء الله. متى ان شاء الله؟ منه كان اسبوع اللي هو خدوا اجازه ده عشان ودنه. نعم. ده اللي بدنيا بس، هو اتمرن دلوقتي بيتمرن مع النادي الاهلي، يلعب ماتشين ان شاء الله. ان شاء الله لو شفنا في الراجل شافه في جاهزيه كويسه طبعا يبقى ما فيش مشكله، لانه هو اصلا موجود في القائمه معانا. نعم. يعني عماد متعب وسيد معوض و شريف اكرامي. وشريف اكرامي. انتوا متابعينهم في الماتشين بتوع تركيا. عماد ما كانش استبعد، انت عارف حضرتك كان انا فاهم. هي ظروف الاصابه بتاعته يعني. فانتوا هتتابعوه، لو ادى بشكل جيد في الماتشين التجريبين بتوع تركيا هيبقى مع ان شاء الله سيد معوض وشريف اكرامي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. معسكركم هنا في القاهره؟ ان شاء الله في القاهره باذن الله. في القاهره. بالتوفيق يا كابتن زكي. ملعب الفرع ان شاء الله. ملعب الفرع استاد القاهره. ان شاء الله. وانا يعني انا متفائل جدا، وان انت عارف هي المواقف الصعبه دي يا كابتن هي اللي بتعمل فرق كبيره. بالظبط. فاهم حضرتك؟ مش الماتشات ما بتكسب وكده، وبعد ما بتيجي انت ماتشات صعبه زي دي وفي مواقف صعبه دي هي اللي بتعمل الفرق الكبيره. انا معاك. انا معاك. انت عارف حضرتك واحنا بنكون فرقه جديده، ودي حاجه يعني مش والحمد لله والماشيين كويس، ويعني الاهداف اللي احنا جينا عشانها ان الراجل جاي عشان وصول كاس العالم ان شاء الله وبناء فريق جديد، فالحمد لله احنا في الطريق الصح ان شاء الله. وباذن الله متفائل الماتش الجاي الاولاد ان شاء الله هيأدوا اللي عليهم وهنكسب باذن الله، وان شاء الله يعني نعمل حاجه باذن الله لمصر، ده الهدف. هو عموما خلي بالك كابتن زكي، الفرقه اللي انتوا لعبتوها افريقيا الوسطى دي، هنا الفرق دي عشان ما عندهاش ملاعب بالجوده دي ولا الجو الحلو ده، بتبقى مستواها اعلى بكتير من مستواها على ملعبها. انت عارف يا كابتن مدحت، اقول لحضرتك انت عارف وانت طبعا استاذ كبير في الكوره، انا مش حضرتك مش انا الراجل حتى بلدي ما بيحبش الاعذار، يعني الراجل اخر حاجه عندي يقول لك عذر، ما فيش حاجه اسمها عذر. لازم المنتاليتي بتاعك تبقى مهما كان الصعوبه لازم تتخطاها. نعم. بس اقول لحضرتك سفريه غينيا، ماتش غينيا انت عارف 21 ساعه سفر لغينيا، 21 ساعه راجع تاني تلعب ماتش بعدها بثلاث ايام. انا نفسي واقف في الـ في الـ في, الـ في الـ انا كنت يعني مرهق، ما فيش مش اعذار والله، انت عارف يا كابتن مش اعذار. نعم. انت عارف حضرتك لما تكون مرهق برضو بدنيا برضو ذهنيا بيأثر عليك. وغير كده ان احنا لعبنا الماتش بعدها بثلاث ايام، احنا كنا ممكن نقول لا مش هنلعب الماتش. كان ممكن تلعبوه في ميعاده بره مصر. بره مصر، بس الراجل قال لك لا، يعني لو لعب ماتش بره مصر يتقال على بره ان مصر تنظم ماتش لمنتخب مصر بره مصر، قادرين ينظموه حتى من غير جمهور، يقول لك ما فيش تاي هيجي لكم كمان خمس سنين، ما حدش هيفكر في البلد ولا ايه؟ الراجل خد قراره في دقيقه والله، قال لك دي لا ده موقف محترم منه الحقيقه يعني. وجينا عن نفسنا، ودي كان بس طبعا طبعا مش هقول لك برضه اخطانا كجهاز فني كلعيبه كله، ولازم احنا بص اخطانا نتعلم من غلطنا ونصلح اخطانا وان شاء الله نكسب باذن الله. ان شاء الله عندنا رجاله ان شاء الله نقدر والله نكسب ونكسب مكسب كويس باذن الله. يا رب يوفق يا كابتن زكي ان شاء الله. شكرا كابتن. اشكرك شكرا كابتن. شكرا اشكرك شكرا جزيلا. اتصور يعني هاخد كده كم خبر واطلع فاصل. الجبلية تقر تعديلات الفيفا.